السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم متابعين الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا، بنعملها من العيد للعيد. نعمل مع بعض الرق الناشف أو اليابس بطريقة سهلة جدا جدا، مش هياخد معاكي نص ساعة. طريقته سهلة وجميلة ومكوناته بسيطة جدا، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله نتيجته هتطلع معاكي حلوة من أول مرة إن شاء الله. قبل ما نبدأ في الوصفة ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تكبر بيكم وليكم. المكونات بتاعتي زي ما قلت لكم بسيطه، عندي هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، وعندي كوبايتين ميه، وعندي ملح. هما دول الثلاث مكونات اللي هستعملهم، مش هستعمل اكتر من كده. اول حاجه هاخد الدقيق بتاعي ومعلقه الملح، وبعد كده هبدا ان انا اضربهم في العجان. ولو ما عندكيش عجان هتعجنيهم على ايديكي مده لا تقل عن 10 دقائق، لان العجينه دي كل ما تعجنيها اكتر كل ما النتيجة بتاعتها هتبقى افضل. انا هظبطها هنا على 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بكوبايتين المية. هنا انا نزلت بكوبايتين مية وحوالي معلقتين كمان، لان لقيت ان العجينة ناشفة معايا شوية، فحبيت ان هي تبقى طرية نوعا ما، بس ما بتبقاش بتلزق ابدا. في الاول شغلت العجان على سرعه خفيفه، وبعد كده علتها وهعجنها كمان 2 دقيقة. بعد ما عجنت العجينه بتاعتي لازم اسيبها ترتاح. كل ما تسيبي العجينه ترتاح كل ما تديكي نتيجه افضل وما تقطعش معاكي. زي ما انتوا شايفين طالعه مظبوطه جدا ومكوناتها بسيطه. هبدأ ألمها واسيبها نص ساعة، ساعة الا ربع. كل ما تسيبيها كل ما تديكي نتيجة جميلة. بعد نص ساعة هبدأ ان انا اقطع العجين معاكو. زي ما انتوا شايفين العجينة ارتاحت وبقت مظبوطة ما شاء الله، كده مش هتقطع معانا وهتدينا نتيجة كويسة ان شاء الله. هبدأ بقى أنسم بالدقيق كده، وبعد كده أقطع العجينة كور متساوية. أنا هنا عملت الكور كبيرة شوية، تقدري تصغريها. هكورها كده زي ما انتوا شايفين واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وبعد كده أبدأ فيها. كده خلاص خلصت كمية العجين زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اعمل الرقاق معاكم، وهبدأ بأول كرة، وياريت نغطي الوش عشان لما نيجي نخبزه ما يشققش مننا ويبقى جنبنا الدقيق، لان الرقاق الناشف بيحتاج دقيق كتير. طبعا بنرشه من فوق العجينة ومن تحتيها عشان تطلع معانا مظبوطة وما تكونش بتلزق، هتساعد ان هي تتفرد بسهولة. هنا انا عندي مردنة اللي هي بتاعت الرقاق وبتاعت الفطير، هبدأ اعمل بيها. وممكن تستعملي النشابة العادية او في عجلة كده برضك يدوية موجودة عندي وعملت بيها فيديوهات كتير برضك، ينفع تعملي بيها الرقاق، بس دي بتديني سمك ارفع وبتبقى اسرع. يعني لو عملتي بيها بتعملي الرقاق بسرعة، ما خدش معايا 1/3 ساعة، يعني الكمية دي ما خدتش معايا 1/3 ساعة في الفرد. طريقة الفرد سهلة جدا، انا فردت واحدة بس ينفع ان انتي ترشي دقيق وتفرجي واحدة فوقيها وهكذا، بس انا حبيت اعمل بطريقة سهلة زي ما انتوا شايفين. بتبدأي ترقي العجينة وما شاء الله سهلة جدا، ما قطعتش معايا زي ما انتوا شايفين. تبقى كده ايدينا باينة من تحتيها، بتبقى العجينة شفافة كده، العجينة مظبوطة ما شاء الله. هعمل معاكم واحدة تانية.
انا هعمل معاكم الرقاق في الخبازة الكهربائية، بس ينفع ان انتي تعمليه في طاسة على البوتاجاز او في طاسة الكريب او تعمليه في الفرن. التلاتة هيدوني سوا واحد. بس بالنسبة للخبازة بالنسبة لي انا بتبقى اسرع ومتخدش وقت خالص لانها كهربائية، فالسخان من فوق ومن تحت بيسعف معايا وبيخلي الحاجة تطلع بسرعة ما شاء الله. طبعا السخان شغال من فوق ومن تحت في الخبازة على درجة حرارة متوسطة في النص بالظبط. لو حد عنده خبازة كهربائية بتقعد معايا في حدود 3 دقايق، وبقلبها على الوش التاني. وبعد كده بكرر نفس الطريقة، وزي ما انتوا شايفين اول ما الرقاق يشم الهوا بينشف كده زي ما انتوا شايفين وبيبقى زي جاهز بالظبط. هكرر نفس الطريقة وهخلص الكمية معاكم وهتشوفوا النتيجة عاملة ازاي. ما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه رأيكم، وياريت تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ويطلع معاكم مظبوط، وفعلا طعمه احلى من الجاهز بكتير جدا، والحاجة لما تتعمل في البيت بتبقى انضف واحلى وبيبقى الاولاد مبسوطين بيها جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم وينول رضاكم، واسيبكم تكملوا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.